شدت هاي ودفعت هاي، يعني القوة الدفع مع إجري. ماشي؟ هاي بالضبط محل وجهت. بعد طول ما ضربت صوتها صوت صراخ وهجموا الجنود من جوا على الجندي رماح. أنت مشتبه في قتل جندي إسرائيلي بسبق إصرار وتشويش مجرى التحقيق والمسبة من منطقة فارات الجيش. أنا صحيح هذا الفيديو أول مرة بشوفه، يعني انبسطت كتير كتير لما شفت إسلام يعني بهالقوة وهالشجاعة، رغم إنه كان طالع من تحقيق ومن زنازين وإشي. تاريخ عائلتنا يؤهلنا أن نشتم رائحتهم لا أشكالهم. جندي دفدفان جندي مميز، إن كان عن طريق البنية الجسدية أو عن طريق اللبس الخاص به أو عن طريق اللثام، لا يخفى على أحد. ومهما نشروا الإسرائيليين ومهما عملوا، أنا كأم وإحنا كعائلة ما بهزنا أي إشي منهم، بل بزيدنا قوة. كل ما بدهم يعملوا أشياء ضدنا، إحنا الحمد لله إحنا بزيدنا قوة. البنيان شبو يتغرر نهرس كله، انهدم بيتنا أول مرة وثاني مرة ورابع مرة. أنا الحمد لله صامدة وفخورة وراضي، والحمد لله راضيني بقضاء الله، والحمد لله رب العالمين على كل حال. يعني نشر هذا الفيديو لإسلام، يعني هم بيفكروا إنه إحنا رح نتراجع أو نخاف أو نضغط، لا، بس رغم أنفهم الحمد لله أنا كأم يعني اتفرجت على الفيديو وأنا مبسوطة ومسرورة في كل إشي، والفخر في أولادي.